وده 2000 ماشي، ده بيبقى تاي لاين. بتبقى الشركة ايه بتوفر الخدمة دي، ان دول بيتوصلين من بعض كده، بيبقوا متوصلين من بعض كده من تحت، من تحت يعني من ده، وهي بتختفي يعني. لو انت اتصلت على رقم 2000 كأنها ديسابير، تقوم بيختفي كده يوم وتضرب على ده. ده اسمها حاجة تاي لاين، بس طبعا بيبقى غالي جدا ومكلف. بتعمله الشركات مع بعضيها، بدل ما اروح على البيز ان واتصل وتعمل لي راوتنج وتعمل لي مشاكل، لا ده بيبقى التاي لاين ده متوصل من تحت كده ماشي، متوصل من الشركه كده. ده غير طبعا اللي احنا قلنا فيه، بتبقى عامله لوب كده، لوب متوصله البيز ان ببيت او بيت جوه كده زي ما احنا شرحناها فوق، وبتبقى لوب جوه يعني في كذا توصيله، كذا نوع من التوصيله. ده بيبقى ايه اللوب ده للبيت ده انالوج، ده بيبقى انالوج، بيبقى شايل خط واحد اللي هو رايح البيت ماشي. في ديجيتال، لو انت عايز توصله بالديجيتال بشركه عايزه تشيل كذا كذا خط تليفون ماشي. مش وقلنا البي بي اكس ده هنشرحه دلوقتي، او البي بي اكس عباره عن بي اس تي ان صغيره، بيبقى موجود في اهو بي بي اكس بي اس تي ان بس صغيره، بيبقى موجود فيه كنترول كومبلكس ولاين كارد. اللاين كارد دي اللي بتشيل، مش فيه تلات مثلا ايه، عندك 4 تليفونات مش دول ليهم ارقام تليفونات ارقام، دي اللي بتشيلهم لاين كارد كروت كده بقى. طبعا مش زي كل مانجر، كل مانجر انضف كتير واحسن كتير طبعا، بس احنا ايه بنشرح كل اللي علينا، لان في ناس كتير بي بي اكس كتير قوي مستخدمينه، ومعظم الشركات دلوقتي مستخدمه بي بي اكس، لسه كل مانجر ما عملش يعني. وسويتش باك بلان، وفي باور سبلاي فانز، ده الكنترول بتاع الكنترول كله، والباور سبلاي فانز طبعا فانز لل عشان الحرارة وكده، فانز للبتاع، والترانك كاردز ده اللي متوصل بالبيست ان، شايفين بيست ان اهو متوصل بيه ترانك كاردز اللي احنا قلنا اللي هو بيبقى ترانك فوق، احنا هنا قلنا ترانك اهو شايفين، شايفين اهو ترانك اللي احنا قلنا ترانك، بيبقى ديجيتال او انالوج، هنشرح دلوقتي يا اما ديجيتال او انالوج. ده الكيبل بتاعه، وقلنا كل حاجة ايه هي. سيبكم من كده، انا بشرح لكم ده على السريع يعني ايه هو عشان متبقاش متحيرين. يبقى احنا اتفقنا انه في توصيلات زي اللوب ستارت ده متوصل من البيت للبيت ماشي، انالوج بيبقى انالوج. وفي لو انا موصل بالشركة عايز اشيل اكتر من خط تليفون، افرض انا عندي عايز اشيل 30 خط تليفون مثلا، عندي عايز اعمل مثلا 10 خطوط تليفون، هوصل بالشركة هنا 10 خطوط، ادي 1 10 خطوط 10 10 10، لا بستخدم حاجة اسمها ديجيتال، بيبقى كيبل واحد بيشيل مثلا ايه اتكلم فيه 10 مكالمات في الوقت الواحد. جميل كده، بدل ما هنا اقوم دايس 9 مش عارف 9، اقوم طالع بره البيست ان واتصل بواحد كده ويبقى الخط ده مشغول كده يعني. هنشرح الكلام ده كله، ده احنا ايه بنديكوا التعريفات كده. ادي عندي ايه، ادي البيت اهو، انالوج تليفون اهو موصل باللوب ستارت اللي احنا قلناه لوكال لوب، وهنا عندي زي ديجيتال فونز، سيبكوا طبعا من دي انا مش عايزكم تبصوا على الحاجات دي. وهنا ده بي اس تي ان مثلا، في ده في القاهرة وده في اسكندرية وده في طنطا مثلا ماشي، ده بيتصل بده، حوله كده، حوله على طنطا، حوله على اسكندرية. في واحد في النص على فكرة، في بي اس تي ان بيبقى سنترال سويتش في النص، بيبقاش متوصل بحاجة يعني ايه، يعني دول ده متوصل مثلا بشركة مثلا وده متوصل ببيت، لا في واحد بس بيبقى وظيفته ان هو يوصل بين ده وده ماشي، سي او سويتشز، ده بيبقى وظيفته ان هو يوصل بين ده وده ماشي. انا مش عايز اشرح لكم دي دلوقتي، مش هشرح لكم ايه هو دلوقتي، بس احنا عايزين نبص بس ايه هنا، ده بيبقى ترانك، ده بيبقى عادي خط انالوج، وده بيبقى ديجيتال، وهنشوف قدام كل حاجة بالتفصيل. قلنا هنا هننزله هنا، قلنا الخديوي اسماعيل
الخديوي عباس، عباس اه خديوي عباس موصل التليفون، يوم موصل السلكتين دول تقوم البطارية دي مطلعة له نيجاتيف 48 فولت، اللي هو الحرارة عشان يتصل. يوم بعد ما يتصل وقفل السكة، جه واحد بيتصل بيه في رينج جنريتور. هنا قلنا رينج جنريتور الموجودة جوه السي او سويتشز او البي اس تي ان بتعمل ايه؟ بتسند رينج، بتسند رينج عبارة عن 90 فولت اللي هو الاي سي، تردد من نوع الاي سي. ادي اهو اهو، هو ده اهو، مش قلنا بيوصل سلكتين اهما، سلكتين اهما اهو، يقوم عامل لهم توصيل كده. يقوم البطارية دي على طول ايه، البطارية دي تقوم بعتله ايه، تيار كده، يقوم ماشي تيار. اول ما يوصل الاتنين دول ببعض بعتله تيار نيجاتيف 48 فولت من نوع الايه، الدي سي. تمام كده دي سي. طيب هنشوفها قدام كل الكلام برضو بالتوضيح. افرض حد جاله ده البطارية بتاعت ايه، بتبعت ايه، الفولتد اللي هو بتاع الحرارة العادية، اما بقى اللي هو بتاع لو واحد متصل بيه بيبقى هنا في رينج جنريتور كده اهي، واحد اتصل بيه من بره تقوم جاية كده بعتله 90 فولت، يقوم قافل دي كده كده يرن ترين ترين، يبتدي يرن. ده بيسموه الطريقة دي بيسموها ايه، لوب ستارت. اهي شايفين اهو، شايفين، خلينا سيبكم اللي تحت، سيبكم اللي تحت دلوقتي اهو. بص النيجاتيف 48 فولت بعتها اول ما قفل دي، هنشوفها تاني اهو، هيقفل دلوقتي يقوم بعت الايه نيجاتيف 48 فولت. ده هنا من عند البيت، ده الهوم ماشي، ده البي اس تي ان شركة تليفونات ماشي. هنا رينج جايله من بره، بصوا يقوم بعت رينج 90 فولتج او 90 فولت من نوع اي سي، هنا اي سي وهنا دي سي. تمام، يبقى هنا بيعمل بروفايد نيجاتيف 48 فولت دي سي، وهنا بيعمل 90 فولت، ده بيسموه لوب ستارت. هو اللي بيعمله هنا ايه بقى، بيوصل سلكتين ببعضيهم بس، هنا عشان ياخد الحرارة يوصل سلكتين ببعضيهم، اما هنا بيوصلوا لوحديهم لما يجي لما حد يرن له يقوم واصلين ببعضيهم بعضيهم. طيب ايش ايه ده، يبقى اتفقنا هنا اهي السلكتين دول اللي بيوصلوا، السلكتين دول اللي بيوصلوا اهو، يقوم على طول ده كهربي. السلكتين هنا بيوصلوا اهو، بيوصلوا من هنا من عند التليفون اهو. طب فين التليفون هنا عشان نبقى عارفين، اهو التليفون اهو هنا زي اللي شفناه اهو، التليفون اهو فوق، يقوم موصل السلكتين دول يقوم جاي له كده تيار كهربي. ده اسمه ايه، لوب ستارت. واحد بيرن لك واحد بيرن لك اهو، يوم جاية هنا ايه اهو 90 فولت، تطلع تيار 90 فولت من البي اس دي ان، من هنا من البي اس دي ان 90 فولت اهو، رينج جنريتور اهو نفس اللي هنا اهي 90 فولت، يوم جاية وقافل قافل بتاع عندك، قافل بتاع عشان تتكلم بقى. طيب